كيف عالج الدستور السوداني أو الوثيقة الدستورية هذا المشهد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، التحية عبرك مرة ثانية إلى السائرون في الشوارع الذين يطالبون بحقوقهم ويدافعون عن أحلامهم في وطن يسع الجميع، وطن يحفظ الحقوق والكرامة لمواطنيه. الفراغ الدستوري لم يبدأ الآن، بل بدأ عقب إجراءات 25 أكتوبر الإنقلابية التي قد جمدت مواد من الوثيقة الدستورية وأبعدت الشريك الرئيسي في الوثيقة الدستورية الموقع كشريك مدني بالكامل، وهو الحقوق والحرية والتقدير، أبعدته من المشهد. من هنالك قد بدأ الانهيار الدستوري. أصبحنا الآن نعيش في وضع لا دستوري تماما، لأن الوثيقة الدستورية كانت قد عالجت مثل هذه الاستقالة. كان من يرشح السيد رئيس مجلس الوزراء عقب حمدوك كان مفترض أن ترشحه قوى الحرية والتغيير بالتشاور مع المكون العسكري في مجلس السيادة، ومن ثم يجب على مجلس السيادة التوقيع على 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 اختيارات قوى الحرية والتغيير. وإذا لم يتم في خلال أسبوعان من تاريخ تعيين قوى الحرية والتغيير للرئيس الوزراء، يصبح اختيار قوى الحرية والتغيير لرئيس الوزارة ساريا ويباشر أعماله. هذا الوضع الآن بعد إجراءات 25 أكتوبر أصبح غير دستوريا بالمرة، لا تحكمه أي اتفاقية، حتى اتفاقية عبد الله حمدوك 21 نوفمبر. هذه الاتفاقية هي ليست اتفاقية حاكمة، إعلان، هو الإعلان السياسي، سماه إعلان سياسي، وللأسف هو إعلان سياسي ولكنه في بين طرفين غير سياسيين، لأننا لا يمكننا أن نقول أن القائد العام للقوات المسلحة هو طرف سياسي في العملية السياسية في السودان، وأن السيد عبد الله حمدوك ليس مفوضا من قبل أي منظومة سياسية، لذلك لا يمكننا أن نعتبره سياسيا.